اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا دائما على شذا اف ام. مرحبا باش انكم دائما تكملوا معنا جولتنا في الاطلالات المتميزه لمجموعه من المصممين والمصممات اللي اليوم كيأتوا الدوره التاسعه لاغ دي كافتون او لفل القطان اللي اليوم منظم في مدينه سلا. اليوم شفنا مجموعه من المصممين كل واحد تكلم لينا على الاطلالات ديالو اشنو اختار التيم اللي غيخدم فيه، ولكن اكيد خاصنا نتكلموا مع صاحب الفكره والمنظم. اليوم معنا سي عصام فيلالي، مرحبا بك. مرحبا بك جميله، وتشرفنا بالحضور ديالكم. كيف عارفين الجميع انكم دائما نتوما تدعموا اغديو كافتون في كل اديسيون تكونوا حاضرين معنا. جميل، اليوم دوره سعود شحال ثقيله على الكتاف صراحه. وراه في كل دوره من الدوره فريمون الحمل تزيد اكثر. علاش؟ باسكو كاع داك لي بيتي ديتاي اللي تتكونوا زابيتيهم في الاديسيون اللي دازت تحاول تيفيتيهم، وضروري واحد ملي تكون تيبغي لا بيرفيكسيون ضروري خاصو يدمر ويدير بزاف ديال الحوايج وتكون المتبره. اللهم لك الحمد بابتسام ديال الله ورضا الوالدين، والحمد لله الناس اللي تاهما تيعاونوا والستاف اللي تيوقف الحمد لله ربي تيسال وكلشي تيدوز. مي زعما لوغانيزاسيون ديال ان ايفينمون بحال هكا تتاخذ الوقت بزاف وتمارس مجهود كبير. نعم، حنا من دوره 8 بديتي كتوجد لدوره سعود من ديك الوقت؟ من ديك الوقت، ودابا من الدوره 10، من دوره 9 البروغرام ديال الدوره 10 ديجا واجد، افيك دي زاكور دو برانسيب مع دي زارتيست اللي خليهم دي سيربريز للدوره 10 اللي تكون ان شاء الله بيانتو في لامارش فيرت في الداخل ان شاء الله. ان شاء الله، ملي تنتكلموا على ايفينمون بحجم لاغ دي كافتون ولا فل القفطان ودوره سعود، تنتكلموا على مجهود اللي هو كبير، قلتي ستاف اللي هو كبير، متعاون، محب، حتى هو عنده نفس الحلم، لانه وليد صغير بدا تيربى وتيكبر على يديات كتبت تبارك الله عنده 9 سنين. راه دخل قرا. نعم، تبارك الله تبارك الله. من مدينه الدار البيضاء اللي كانت الاساس ربما الاول فاس من بعد الدار البيضاء تبارك الله ارض الوالدين كيف كنقولوا، من بعد الدار البيضاء، من بعد اكادير، من بعد سلا، من بعد ان شاء الله الداخله، غتجول بينا في المدن المغربيه. واش هذا هو الحلم وهذا هو اللي كان الاساس؟ هذا هو الهدف ديال ارجو كافتون، سيكو ان بغيت ندير لو تور لا تورني ديال المغرب. صراحه جاونا بزاف ديال العروض، اخر وحده جانا في العرض ديال قطر، اتصلوا بنا شي ناس بغاو اننا نديروا ارجو كافتون عندي، ولكن انا ماشي الهدف ديالي نمشي ندير ارجو كافتون. الحمد لله ديجا القفطان المغربي مشهور صح خارج، راه تشوفي امراء واميرات وبزاف الناس اللي تيتمنوا وتيحلموا انهم يلبسوا القفطان المغربي. مي انا الهدف ديالي سيكو بغيت ندير دوره في المغرب كاع كامل، من المدينه الكبيره للمدينه الصغيره، وارجو كافتون كقافله فيما حطات الرحال ديالها تخلي البصمه ديالها. هذا هو الهدف ديالي ان شاء الله باذن الله. والجميل دائما في لاغ دي كافتون ولا في القفطان ان تيكونوا فيه مصممين من الجاليه المغربيه، واش كان هذا هو الهدف ولا غير محط الصدفه؟ لا كان هذا هو الهدف، حيت تبارك الله تيقول لك يوجدوا في النار ما لا يوجدوا في البحر. وكاين بزاف ديال المصممات اللي واخا ما كاينينش معنا هنايا في المغرب ولكن تيبدعوا، وهذوك المصممات اللي تيكونوا في ليتخونجي راه سينيماج ديال المغرب، تيخدموا بالقفطان اللي هو قفطان مغربي محض. يعني ضروري تاهما خاصنا نعطيهم الفرصه انهم باش تاهما يدخلوا ويحسوا براسهم ان البلد ديالهم تيشجعهم، وانهم دائما في باغتي من لو باتريمون ماروكان، وان القفطان دائما خاصو من التألق للتألق، ودائما اي حاجه خاصها القفطان خاصنا دائما نحافظوا عليها. جميل تبارك الله، واحد البلاتو ارتستيك زوين في فنانين ما شاء الله كل واحد في المجال ديالو، زينه الدوديه، زكريا غفولي، جنات، حميد القصري. هذا الاختيار ديالكم لهاد النغمات المختلفه كيف جا؟ وكاينين منهم تبارك الله اللي ديجا حضروا معكم دورات سابقه. صحيح، الصراحه واحد الحاجه انا تعجبني في كل اديسيون خاصها تكون مغايره. يعني اللي جيتي تشوفي واحد الفلاش باك من لا بروميير حتى دابا لا نافيام اديسيون، ما عمرك تلقاي نفس البوديوم تيتعاود، ما عمرك تلقاي نفس لو تيم. صحيح كانوا معنا دي زارتيست، وملي تشوفي ان الارتيست اللي كان معك في ديك ليديسيون ولا جا دخل معك في ليديسيون الا تتعرفي انه تيثق في ليفينمون ديالك وعارف لا ماتيغ وعارف اغدو كافتون شنو تيسوى. يعني الارتيست اللي داز معك وما عجبوش الحال في شي اديسيون راه ما يعاودش. الوغ كو مثلا نعطيك مثلا بزكريا غفولي راح خدم معايا في 3 ولا 4 دورات، زينه الدودي هذه الدوره الثالثه ديالها، الحمد لله زعما هذا شرف لينا ان دي زارتيست بحال هكا دي ان غرو كاليبر تيشرفوا ارجو كافتون وتيكبروا بينا وتيحضروا، راه فريمون تنحسوا براسنا اننا حنا ماشيين في الطريق الصحيح. نعم، حتى من ناحيه لي ستيليست، كاين دي ستيليست اللي شنو نقول لك دايرين معنا انا من البدو هما معنا، حتى شي تيزيد يشجعك وتزيد يخليك انك تزيد تعطي. نعم، حنا ملي تنقولوا هاد الدوره تسعود وكتخدم على الدوره 10، الدوره 10 في مدينه الداخله، التيم غيكون صحراوي، صحراوي مغربي تراثي، وكاين واحد بلاطو ارتستيك ما عرفتش كيفاش تحقوا معايا شويه اليوم ولا لا. اللي قدرت نقول دابا ان مثلا الدوره اللي غتكون ان شاء الله هي في مدينه الداخله، وتكون ان شاء الله بمناسبه المسيره الخضراء، الوطن المغربي في الصحراء المغربيه،
وكاينين فنانين كبارين اللي ديجا عندنا مع ماناكور دو برينسيپ اللي ان شاء الله مورا هاد ليديسيون بعد اموا ان شاء الله غنلونسيو كلشي يعرفوا لنا شكون اللي حاضرين معنا. دابا نقول لك 50% في الخدمه اللي ديجا واجده في pour la 10e édition la school anniversaire de l'art du craft ان شاء الله. نعم اشنو السر ديال النجاح ديال الدوره؟ اشنو الحاجه اللي كتقول ان الا ما كانتش هذه الدوره ما غتكونش ناجحه؟ الصراحه هو انك اللي تحدي هذه اللي قلتي راسك راك وصلتي انا نقدر نقول لك انه هو البدايه ديال الفشل. اما انك تحس براسك انك من كل دوره لدوره انك مازال ما زلت قدام هذا اللي تيعطيك دائما فرصه وتزيد يخولك انك تزيد تمر وتزيد تصبر باش تعطي واحد الصوره اللي احسن من داكشي اللي كنت انت تتيماجيني وتتخيل. اول شيء كنتمنى لك التوفيق مزيان ان الانسان يخلي دائما رجليه فوق الارض باش يقدر يشوف مزيان. كنشكرك بزاف على الحضور وعلى الثقه ديالكم وصافي فريمون بليزير انكم كل ايديسيون كنكونوا حاضرين معنا ان شاء الله. اكيد كيف كنقولها دائما نختم بها لكل مجتهدين نصيب. شكرا لك بزاف عصام فيلالي اللي انت من المنظمين او المنظم وصاحب الفكره ديال الاخ دي كافتو اليوم اللي كيوصل الدوره التاسعه ديالو. كنتمنى لك دائما كل التوفيق ونشوفوك في دورات اللي في المدن المغربيه كلها وتنقل لنا تراثها ايضا خلال التصاميم ديال المصممين اللي كيتيقوا فيك والفنانين ايضا باذن الله. اختكم نتمنى ان في كل دوره دائما تبقى شهادة دائما هي دائما الرسمية ديال أرجو كافتا. مرحبا. إذا هكذا كنكون وصلنا وعملنا واحد الجولة اللي هي جميلة ما بين كل تصاميم مجموعة من الفنانين ومجموعة من المصممين اللي ما شاء الله عليهم أتوا الدورة التاسعة الفلقطان أرجو كافتا على شهادة.